ايوه حبيبتي انا دخلت المحل اهو. تاكد بس من اسم المحل عشان انت اخر مره دخلت ستاربكس. ثواني هتاكد. لو سمحت عندكم ميك اب؟ اه ميك اب ارقب. ممكن ادوق اللي على اليمين دي لو سمحت؟ هيا يا عبدو عرفت انا عايزه ايه؟ بصراحه حبيبتي مش عارف. يا عبدو مش محفظاك كل حاجه قبل ما تنزل؟ ليش يا حياتي بس انت حاجتك مكلكعه مش عارف احفظ حاجه. مش عارف تحفظ حاجه بس فليح لي تحفظ لعيبه الدوري الاسباني. الله ايوه يا حبيبتي بس مش ببعتك الميركاتو تشتريه. مساء الخير يا فندم حضرتك بتدور على حاجه معينه؟ اديني بس لحظه واقول لك على كل حاجه. ايوه يا روحي فندم لو سمحت ما تقوليش يا روحي داخل محل ميك اب وماسك تليفون في ايدي وبشتكي. هكلم حضرتك ليه؟ مين اللي بيتكلمها دي يا عبدو؟ ها دي ست اللي واقفه في المحل بس افتكرتني بكلمها. ركز معايا بس يا عبدو. انا عايزه تونر. تونه؟ لا ما اظنش في سمك هنا. روح احفظه زي ما هو كده ما تشغلش دماغك يا عبدو خالص. ها عايزه حاجه تاني؟ بص يا عبدو انا عايزه ليب لاينر وليب جلوس واللي هو الليبستيك. طب لو لقيت ليب سوري اجيب كام كيلو؟ عبدو عبدو بطل عبد وما تجودش. انا ما بعبطش والله انا مش عارف ايه دول. قولي لي ايه دول واقول لك. دي حاجه كده زي الروج. طب يعني اول ما تقولي روج احمر شفاه معروف تشمي يا فندم. انا عايز بس بربع جنيه انتظار. منتظر يا فندم خد وقتك. وعايزه كمان مسكره. ما بلاش مسكره بقى قديمه يا عبدو قديمه واحنا كستات بنقولها كتير. انا بالنسبه لي جديده فقلتها. بصراحه يا فندم قديمه. عبدو ما تجودش. ما جودش. وايه تاني عايزه حاجه تاني؟ اه هات بيوتي بلندر. اه لا ده انا عارفه ده انا عارف ده خلاط. خلاط ايه برضه بتكوت يا حبتو؟ ايه البيوتي بلندر ده زي السفنجه كده عشان اقدر احط الفاونديشن. سفنجه انت بعتاني عشان اجيب سفنجه؟ ايوه يعني انا اعمل ايه يعني؟ يا ماما اطلعي بره الصالون دبي ايدك في الكنبه هاتي السفنج اللي انت عايزاه. الكنبه مليانه سفنج. لا لا ذكائك انحدر جامد. انا كنت متجوزاك اذكى من كده. ليش تعملي بقى جوزك تعملي ايه يا فندم؟ ممكن بس بسرعه عشان حضرتك معطل اللاين. بس ابعدي عني دلوقتي اخلص المكالمه واجي. ممكن ما تجودش بقى اللي انا هقوله دلوقتي. بذمتك ده شنب واحد يعرف يجود؟ هات لي هايلايتر ضروري طبعا عشان المذاكره. وبالنسبه للنيل بولش بقى انا بصراحه محتاره بين لونين يا اما الكريمزون ريد يا اما الديرينج جريد. شوف اللون اللي انت عايزاه وانا لو ما لقيتوش هنا هعدي على سمير وعادي اجيب منه. حضرتك مش معبرني ليه؟ اكمني يعني شبه كارلوس بويول بتاع برشلونه؟ يا اما استني شويه استني بكلم الست. عبدو انا طلع لي هالات منك. انت تغيرت على فكره من ساعه ما اتجوزنا. عبدو انا تعبت انا عايز اتطلق. ها حفظت كل اللي قلته لك ده؟ بصراحه حبيبتي ولا حفظت اي حاجه. اه بقى ما انت اصلك نازل تهزر. بص يا دي عبدو ياض انا هقفل السكه وتصرف انت وحسك عينك تنسى حاجه او تجيب حاجه غلط. انا بقوله سلام يا عبدو. الو الو يا نوال يا نوال. هيا يا فندم قررت عايز ايه؟ انا عايز تونه وروج ولب سوري وخلاط سفنجه تيك اواي. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. في أوائل السبعينات في أحد مدن ولاية فيلادلفيا دكتور الأطفال هيرب فيدلمان جات له بنوتة تعبانة عندها 3 سنين. مالك يا بطة في إيه؟ في الواقع يا عزيزي البنوتة ما كانتش عارفة تتكلم عشان ترد عليه. كانت حاسة بخمول شديد مع إنها كانت كويسة وبتلعب مع صحابها من شوية. دكتور هيرب يا عزيزي كان مذاكر كويس واخد باله إن دي حالة تسمم بس مش حالة تسمم عادية. البنوتة ما كانتش كبدة من العربية في الشارع يعني. لا كان عندها تسمم من الرصاص. وهنا كان السؤال البنوتة دي تعرضت لكمية كبيرة من الرصاص تجيب لها تسمم منين؟ واحد يقول لي يا ابو حميد ما يمكن كانت بتلعب فحطت القلم الرصاص في بقها. ما كلنا كنا اطفال وكنا بنحط حاجات في بقنا. اقول له لا غلط عزيزي انا هنا بتكلم على الرصاص اللي بجد اللي هو رمزه الكيميائي بي بي اللذ وبيستخدم في تصنيع البطاريات. بس في السبعينات لما دكتور هيرب جات له البنوته الرصاص كان له استعمالات تانيه كتير واهمها كان صناعه الدهان الابيض عشان الرصاص كان بيخلي الدهان ناعم اكتر فيتفرد بسهوله على الحيطه زائد انه بيخليه يثبت اكتر ولونه بيبقى ابيض براق. لكن الرصاص كان بيدي الدهان الابيض ميزه كمان غريبه جدا كان بيخليه يا عزيزي مسكر. اه مسكر زي ما سمعت كده يعني لو اكلته هتلاقي طعمه مسكر. يا نهار اسود يعني انا اكل رصاص؟ ايوه عزيزي ده طعمه لذيذ جدا وبعدين كله حديد. وعارف يا عزيزي مين بيحب الحاجات المسكره؟ دكتور هيرب بدا يجيله حاله ورا حاله ورا حاله كلهم اطفال عندهم نفس اعراض البنوته اللي جات له قبل كده. وكان تفسيره ان الاطفال دول بسبب اكلهم للدهان الابيض اللي كان بيقع من على الحيطان القديمه مثلا جالهم تسمم من الرصاص. بس دكتور هيرب كان عنده تساؤل اكبر لو الاطفال اللي تعرضوا للرصاص بكميات كبيره جالهم تسمم ايه وضع الاطفال اللي بيتعرضوا له بكميات صغيره؟ يعني لو طفل مش بياكل دهان لا سمح الله بس بيلعب جنب بيت مدهون ابيض هل هيكون في اي مضاعفات عنده؟ عزيزي سؤال هيرب كان مشروع جدا ساعتها خاصه ان الرصاص كان بيتضاف للبنزين عشان يحسن من اداء العربيات وبالتالي الشوارع كان بيبقى كلها رصاص من عوادم العربيات دي. بس كان في مشكله هنا ازاي هيقيس كميه الرصاص اللي في جسم الاطفال دي؟ دكتور هيرب كان عارف ان الرصاص بيتعامل زي الكالسيوم جوه الجسم وبالتالي بيترسب في العظم. طب وهيقيسه من عظم الاطفال ازاي؟ من سنانهم يا عزيزي. راح هيرب كلم دكاتره الاسنان اللي يعرفهم كلهم وقال لهم يتبرعوا باسنان
الاطفال اللي بيخلعوها من اجل العلم. لكن كان في مشكله تانية هنا، الاطفال ما كانتش مهتمه بالعلم، كل عيل من دول كان يخلع السنه من هنا ويجري يحطها تحت المخده. لا طب والعلم يا حبيبي؟ لا يولع، جنيه الاسنان اهم. التوث فيري العلم ولا التوث فيري؟ لا اعقله الكلمه، العلم ما بياكلش عيش، التوث فيري بتجيب فلوس. فهير قرر يعمل هو توث فيري وعمل صفقه مع الطفل، قال تعالى ده طفل انت، تعالى هنا، هلا هات سنتك المخلوعه خد فلوس. حاضر يا عم، خد سناني، هات فلوس بقى. على فكره اتفقت مع دكتور تاني بيدي مرضين الكلام ده، بس عشان خاطرك هبيعلك السنه بدولار ونص. المهم هيربي كان ياخد اسنان الاطفال دي ويقيس كميه الرصاص اللي فيها، وبعدين يديهم امتحانات قدرات ذهنيه منها امتحان الاي كيو. وكانت المفاجاه ان الاطفال اللي في جسمهم كميات قليله من الرصاص جابوا درجات اقل بشكل واضح عن الاطفال اللي في سنهم، وده كان اول دليل علمي بان التعرض للرصاص حتى لو بنسب قليله ممكن يكون ضار بالصحه. وبفضل تجربه هيرب اللي اتنشرت سنه 1979 تم منع استخدام الرصاص في الدهان وتجريم اضافه الرصاص للبنزين. بفضل دكتور هيرب الجرعه الامنه للرصاص في جسم الاطفال تحولت من 60 مايكروغرام لكل ديسيليتر في السبعينات لصفر مايكروغرام لكل ديسيليتر النهارده في 2021. لكن المثير للتامل ان في منتج في ناس مننا بتستعمله بشكل يومي، بل وفي اطفال كمان بيستعملوه، والمنتج ده بيحتوي على الرصاص، وده مش السبعينات، ده النهارده توداي. المنتج ده هو صباع الروج. صباع الروج يا ابو حميد، ده لا شك في صوابع العشرة ولا شك في صباع الروج، صباعين يا عزيزي ما شكش فيهم، صباع الروج وصباع المعش. واحد يقول لي يا ابو حميد انت عايز تقول لي ان صباع الروج هو اللي مأثر على مسيرتي التعليميه ودرجاتي؟ لا يا عزيزي مش للدرجاتي، مش هنرمي مشاكلنا على الناس، بس صباع الروج يا عزيزي فيه فعلا نسبه من الرصاص بتوصل لسبع اجزاء من المليون، يعني لكل مليون جزء من صباع الروج في حوالي سبع جزيئات رصاص. ومش صباع الروج بس، ده الاي لاينر والفاونديشن والاي شادو والبلاش والكونسيلر والمويسترايزر. طبعا يا عزيزي انا عارف كويس جدا الفرق بين الحاجات اللي انا قلتها دي. بالاخر يا عزيزي علبه المكياج عامله قلق جامد. واحد يقول لي ازاي ده بيحصل عادي كده؟ ازاي حاجه مئات الملايين من الستات بيستعملوها يوميا يكون فيها مواد سامه وزي ما هنشوف كمان شويه مسرطنه؟ احنا ازاي ساكتين على كل ده وحاطين ماسكات ومستجمين؟ في الحقيقه يا عزيزي محدش ساكت. كنت بقول لك في الحقيقه محدش ساكت، ومن زمان ومحدش ساكت. القلق من ناحيه الميك اب بدا من سنه 2000 لما السي دي سي مركز السيطره على الامراض الامريكي نشر دراسه معموله على 289 شخص، لقت ان كلهم عندهم نسب عاليه من مجموعه من المركبات الكيميائيه اسمها الفاليتس. الفاليتس دي بتضاف للمنتجات عشان تضمن ليونتها وطول مده صلاحيتها، بس المشكله ان الفاليتس دي بتسبب مشاكل في الاعضاء التناسليه للبيبيهات، وعلى وجه الخصوص البيبيهات الذكور. بتلخبط يا عزيزي نسبه التستوستيرون عندهم، وبالتالي بيتولدوا بتشوهات في اعضائهم التناسليه. المقلق يا عزيزي في الدراسه ان اكبر نسبه للفاليتس كانت موجوده في الستات اللي سنهم بين 20 ل 40 سنه، اللي هو السن اللي اغلب الستات بتخلف فيه اصلا. علماء السي دي سي اللي قاموا بالدراسه ما كانش عندهم فكره ليه ده بيحصل، لكنهم حطوا شويه اسباب محتمله منها مستحضرات التجميل اللي الستات بتستعملها. الدراسه دي يا عزيزي كانت ممكن تعدي عادي كده لولا ان شافها جين هوليهان وتشارلت برودي، اثنين من الناشطات البيئيات في امريكا اللي موضوع مستحضرات التجميل ده قلقهم، فقرروا يدوروا وراه بمعرفتهم. راحوا جمعوا 72 عينه من اكتر براندز الميك اب المشهوره وبعتوها المعمل عشان يختبر وجود الفاليتس، وكانت النتيجه ان 75% من المنتجات بتحتوي على الفاليتس. لكن المفاجاه الحقيقيه كانت ان ولا واحد فيهم كان مكتوب عليه اصلا ان في فاليتس. انت متخيل؟ طب انت متخيل دي ماده بتتسبب في تشوهات للاطفال وهم في بطون امهاتهم ومش مكتوب على المستحضرات دي انه فيها اصلا؟ يعني حتى لو انت ام واعيه وبتقري المكونات مش هتعرفي. فكان السؤال اللي محير شارلوت وجين هو نفس السؤال اللي سالناه من شويه، ازاي ده بيحصل كده عادي؟ بحد يمدح حد؟ في الواقع الحد اللي كان المفروض يندهوا عليه هي الـ FDA، إدارة الغذاء والدواء. المفروض بتختبر كل منتج غذائي أو دوائي بيتم تسويقه عشان تضمن معايير صحية معينة. لكن الحقيقة إن الـ FDA كانت شايلة إيديها خالص من حوار الميك اب ده. فكانوا مش شايفين يعني إن مستحضرات التجميل المفروض تتعامل زي الأدوية، يعني الشركات تنتج اللي هي عايزاه، إحنا مالنا إحنا؟ ولو في منتج تكررت الشكاوي منه ممكن الـ FDA ساعتها تتدخل. لكن غير كده الأمر كله كان متروك للجنة مكونة من الشركات نفسها اسمها الكوزماتيك انجريدينتس ريفيو بانل. هم يحطوا معاييرهم ويمشوا حالهم بعيد عننا، واحنا نخلينا في الغذاء والدواء. واللجنه دي كانت بتسمح لشركات مستحضرات التجميل انهم ما يكتبوش كل مكونات منتجاتهم عليها من بره عشان يحافظوا على سر الصنعه. ما انت هتحط لي بقى كل حاجه، طب ما اي بقى كومبيتيتور هيجي ياخد الخلطه ويعملها، بس كده المستهلك مستحيل يعرف ايه اللي بيحطه على جسمه او وشه. في نفس الوقت اللي جين وتشارلوت اكتشفوا فيه ان 75% من المنتجات اللي حللوها بتحتوي على الفاليتس، جماعات بيئيه تانية في اوروبا عملت نفس التجربه بس على منتجات من بريطانيا وسويسرا، ولقوا ان 79% من منتجاتهم فيها فاليتس برضه. بس الوضع في اوروبا كان احسن شويه، لان الاتحاد الاوروبي كان على وشك انه يعمل تعديل على الكوزماتكس دايركتيف، ودي لائحه القوانين المختصه بمستحضرات التجميل. التعديل ده كان بيجرم استخدام اي مواد تم تصنيفها او مشكوك في كونها مسرطنه او بتسبب تشوهات للاجنه او طفرات جينيه
ومن ضمن المواد دي طبعا كانت الثاليتس. وعلى الرغم من المعارضه الشديده من شركات الميك اب الا ان التعديل اتوافق عليه. وهنا يا عزيزي اتحطت الشركات دي في وضع محرج. اغلب الشركات دي كان ليها فروع في امريكا وفي اوروبا. في امريكا الدنيا رز بلبن ومحدش بيكلمهم، لكن في اوروبا بقى في مكونات ما ينفعش يستخدموها. فبقى يا عزيزي يعملوا نسختين من منتجاتهم، نسخه لامريكا ونسخه لاوروبا. وطبعا نسخه اوروبا امن بسبب التعديل اللي عملوه. طب ليه يا جدعان ما خليتوش كله زي اوروبا وخلاص؟ عشان الشركات كان اسهل بالنسبه لها وارخص انها تفضل تستخدم المكونات العاديه. طب ما فيش داعي للتغيير والمخاطره، هنغيره ليه؟ والرد الرسمي بتاعهم كان ان الثالث يا جماعه مش مضر بالنسب القليله اللي موجوده في منتجاتنا. على الرغم من كده يوم ورا يوم كان بيظهر دلائل اكتر ان الثالث مضره. في دراسه اتنشرت سنه 2005 الدكتوره شان سوان من جامعه روتشستر قاست كميه الثالث اللي في جسم الستات الحوامل ورصدت ولادهم بعد ما اتولدوا، ولقت ان فعلا في علاقه لا يمكن انكارها بين معدل الثالث في اجسام الستات ومدى التشوه في اعضاء الاطفال التناسليه. ودي يا عزيزي كانت اول دراسه مباشره بتقيس العلاقه بين الاثنين في البشر. وفي دراسه ثانيه في هارفارد سكول اوف بابليك هيلث العلماء لقوا ان الرجاله اللي في اجسامهم كميات كبيره من الثالث بيكون عندهم مشاكل في عدد وكفاءه حيواناتهم المنويه. كل ده يا عزيزي لم يكن كاف لاقناع شركات مستحضرات التجميل في امريكا ان منتجاتهم فيها حاجه غلط، على الرغم من انهم وبالدليل يقدروا يغيروا مكونات منتجاتهم زي ما عملوا في اوروبا. وفضل الوضع كده هو لحد ما جانيت نودلمان مديره البريست كانسر فاند انضمت للحمله ضد شركات مستحضرات التجميل لانها ادركت ان خناقتهم متشابهه. ازاي؟ كتير يا عزيزي من مستحضرات التجميل بتحتوي على هرمون الاستروجين او مواد بتحاكي وظائف هرمون الاستروجين، وده بيزود احتماليه الاصابه بسرطان الثدي. من خناقه جين وتشارلوت مع الثاليتس وخناقه جانيت مع الاستروجين اتولدت الكامبين فور سيف كوزماتكس اللي لسه لحد النهارده بتنادي بمستحضرات تجميل امن. واول مشروع ليهم كان اسمه بيكوز وير وورث بيبي ام وورث، وكان الهدف ان هم يجمعوا اكبر عدد من المنظمات البيئيه والمنظمات المهتمه بقضايا المراه ويبعتوا خطابات للشركات بالطالب بتطبيق المعايير الاوروبيه عليهم، احنا مش اقل منهم في حاجه. وبالفعل نجحوا في تجميع اصوات 60 منظمه في صفهم وبعتوا الخطاب ل 250 شركه. واستنى قعدوا مستنيين بقى شويه. بس بقى عزيز كنا بنقول ايه؟ لحد ما جالهم اول موافقه من شركه صغيره بتعمل مستحضرات تجميل من مواد طبيعيه، وعلى مدار كام شهر جات لهم موافقات من حوالي 35 شركه صغيره مشابهه. لكن الشركات الكبيره اكتفت بانها تقول ان كل مكوناتها امنه ومفيش داعي للقلق. واحد يا عزيزي من اكثر الردود المثيره للسخريه اللي تلقوها كانت من شركه لوريال اللي طلبت منهم بكل هدوء يغيروا اسم حملتهم اللي هو بيكوز وور وورث. ليه؟ عشان لوريال معاها حقوق ملكيه الجمله دي، استعملتها في حمله تسويقيه قبل كده، فلو سمحتوا شيلوه بالهداوه عشان ما تدخلش ناس. وكتبوا نوت في الاخر ان ده مش معناه ان هم موافقين او معترضين على طلبهم، احنا بس مش عايزين نعمل مشاكل عشان حقوق الملكيه. وفي الاخر اضطرت حمله السيف كوزماتكس فعلا انهم يغيروه عشان ما تدخلش في اواض يعني. ولكن على الرغم من البدايه الغير مبشره دي الا ان الحمله كملت، ومع بدايه 2007 كان منضم ليها 500 شركه منهم 90 بره امريكا. مع ضغط اعلامي اكتر واكتر الشركات الكبيره كمان اضطرت انها تسمع الكلام، وشركات زي ريفلون ولوريال ويونيليفر ردوا بالموافقه على انهم هيغيروا من مكونات منتجاتهم في العالم كله عشان تناسب المعايير الاوروبيه. على الرغم من ان الموافقه اللي خدتها حركه السيف كوزماتكس تعتبر انجاز كبير، الا ان المشكله مش في الثاليتس او الاستروجين بس، دي الحاجات يا عزيزي اللي احنا عارفين انها موجوده، ودي الحاجات اللي احنا عارفين كمان انها ضاره. تخيل بقى اللي ما نعرفش انه موجود، وتخيل اللي نعرف انه موجود بس ما نعرفش ضرره. ومش معقول ان كل ما حد يروح يشتري ميك اب يروح يبعت عينات منه تتحلل، وحتى لو جات لك نتيجه التحليل هتعرف مين اللي ممكن يضرك. فكان الحل هنا ان يبقى في مكان نقدر نروح له نديله اسم المنتج اللي احنا عايزين نشتريه ويدينا كل المعلومات عنه. هو ده اللي حركه السيف كوزماتكس اشتغلت عليه بعد كده، قاعده بيانات شامله فيها كل المعلومات المتاحه عن مستحضرات التجميل اللي في السوق ومدى ضررها. وفي 2005 طلع نتيجه شغلهم للنور في تقرير اسمه سكين ديب اللي بعد كده بقى ويب سايت اي حد يقدر يخش عليه ويلاقي المعلومات اللي هو عايزها عن اي منتج. من تجميعهم لكل المعلومات دي وتحليلهم ليها حركه السيف كوزماتكس قدروا يوصلوا لشويه نتائج صادمه عن المنتجات اللي في السوق. حوالي تلت المنتجات كانت بتحتوي على مواد ليها علاقه بالسرطان، 45% بتحتوي على مواد بتؤدي الى مشاكل في تكوين الاعضاء التناسليه للاجنه، و87% من المواد ما تمش تحليلهم من كوزماتيك انجريدينتس ريفيو بانل اللي هي اللجنه بتاع شركات الميك اب اللي اتكلمنا عنها قبل كده. وحتى المواد اللي حلتها اللجنه في شركات لسه بتستعملها عادي، يعني الشركات بتخالف حتى الارشادات اللي حطها لنفسها، وده كله من المواد اللي مكتوبه على المنتجات. ما بالك بقى في اللي مستخبي ورا الكلمات العايمه زي كلمه فريجرنس اللي هتلاقيها على اغلب البرفانات ومزيلات العرق اللي معناها بكل بساطه عطر، وطبعا ما ينفعش يكشفوا عنه عشان ما حدش يقلده. سر الصنعه وحتى المنتجات اللي ملهاش ريحه بيتحط عليها فريجرنسز من دي عشان تشيل ريحه المواد الكيميائيه الثانيه. تخيل يا عزيزي ايه اكتر منتج لقوا ان فيه مواد سامه؟
الروج المره دي لا، ولا الاي لاينر، كفايه انه رخم في حط. اكتر منتج فيه مواد سامه هو المونوكير او منتجات العنايه بالضوافر بشكل عام. فورمالدهايد تلاقي، تولوين تلاقي، فاليتس تلاقي، اسيتون تلاقي، ميثايل اكريليتس تلاقي. كل ده يا عزيزتي بيخش جسمك عشان خاطر ضوافرك. بس خلينا يا عزيزتي اقول ان الخطر عليكي مش كبير قوي، الخطر الاكبر بيكون على الناس اللي بتتعرض للمواد دي كجزء من شغلهم. ايوه يا عزيزي، انا بتكلم على عمال الكوافيرات او النيل سالونز بشكل خاص. بعض الدراسات اللي اتعملت على الستات صاحبات الشغلانات دي لقوا ان بيكون عندهم مشاكل في التركيز وتحليل المعلومات مقارنه بباقي الستات اللي سنهم، اضافه الى مشاكل في التنفس عشان استنشاق المواد دي يوميا. ودي واحده من اهم نقاط الخلاف بين النشاطات اللي بتنتج مستحضرات تجميل امن والشركات اللي بتنتجها. يعني لو رجعنا للرصاص اللي موجود في قلم الروج، هتلاقي ان رد الشركات على اي حد بيدعي ان الرصاص اللي في الروج مضر ولازم يتشال ان نسبه الرصاص دي امنه كفايه ومفيش خطر منها في الاستعمال العادي. 7 أجزاء من المليون مش تركيز كبير كده كده، ولكن اللي بعضهم ما بيحطوش في دماغهم ان الاستعمال العادي بتاعهم ده مش شرط يكون العادي بتاع اغلب الناس. مش شرط كل الناس مثلا تستعمل الروج مره واحده في اليوم وخلاص، ممكن تكون بتستعمله مره واثنين وثلاثه واربعه كمان عادي. ده غير ان هما مش بيستعملوا المنتج ده بس. عزيزي خليني اقول لك ان الست بتستعمل اون افريج في المتوسط 12 مستحضر تجميل في اليوم. وتخيل بقى مش عارف ايه اتغدت فمش عارف تمسحت مش عارف ايه فترجع تحطه تاني سايكل بقى. ده زائد ان مش كل الناس كبيره كفايه انها تفهم ان في خطر عليهم من الاستعمال المتكرر. في مراهقات وحتى اطفال بيستعملوا المنتجات دي بدون اي ترشيد. ده غير طبعا العاملات في المجال ده اللي بيتعرضوا لكميات اكبر بكتير من الاستعمال العادي. بالاخر الشركات محتاجه تدرك ان منتجاتها مش بتتعامل زي الادويه، لا بالنسبه للتحاليل اللي بتتاكد من صحتها ولا من ناحيه المستهلكين نفسهم، مع انها المفروض يعني تتعامل زي الادويه. فيا اما يعملوها زي الادويه فعلا، يا اما يشيلوا بقى منها كل المواد السامه دي. بعد ما تجربه دكتور هيرب نجحت انها تخلي الرصاص يتشال من الدهان ويقل استخدامه في البنزين، شركه البترول ما عجبهاش الكلام ده، خاصه ان دراسه هيرب لقت ان الاطفال اللي تعرضوا للرصاص بكميات قليله كان درجاتهم في امتحان الاي كيو اقل 4 درجات بس عن العادي. ويعني 4 درجات؟ خدهم يا عام. ده امتحان الدرجات فيه بتكسر 100. الاربع درجات يعني دول هم اللي هيعملوا لنا الازمه؟ عايزين نخش طب دول ولا ها؟ ومزايا دكتور هيرب ويعملوا لنا مشاكل اكتر. فلما تم انتخاب الرئيس الامريكي رونالد ريغان سنه 1981 اللي كان عنده سياسات منفتحه اكتر ناحيه الصناعة، تم تكليف واحد من الموظفين في الاي بي اي وكالة الحماية البيئية اسمه جويل شورتز انه يدرس كمية الارباح اللي هتجنيها صناعة البترول لو اتشال كل القيود عن الرصاص. لكن جويل كان ابن حلال، كان مدرك هم عايزين يعملوا ايه، وكان عارف كمية الضرر اللي هتحصل لو استعملوا الرصاص تاني، فراح عمل اللي هم عايزينه فعلا حسب الارباح اللي هتجيلهم لو استعملوا الرصاص براحتهم تاني، ووصلت لحوالي 100 مليون دولار. ده رقم كبير قوي يا ابو حميد. استنى يا عزيزي انا لسه ما خلصتش. لكنه حسب لهم كمان كل الخسائر اللي هتنتج عن ان الاي كيو بتاع الشعب الامريكي كله يقل 4 درجات. ازاي؟ عن طريق انه ربط نتائج تجربه دكتور هير بتجارب تانية بتقول ان في علاقه بين مستوى المعيشه ودرجه الاي كيو. وده يا عزيزي كان تاثيره مرعب. يمكن 4 درجات ما يفرقوش في حاجه على مستوى شخص واحد، لكن يا عزيزي على مستوى الشعب كله ده معناه ان متوسط دخل الفرد هيقل وبالتالي الناتج المحلي كله هيقل. جول لقى ان ده هيكلف الحكومه الامريكيه مليار دولار، وبكده اثبت ان ال100 مليون اللي هترجع لهم من استعمال الرصاص تاني ولا حاجه بالنسبه للمشاكل الاقتصاديه اللي هتحصل بسببه. ومن بعد ما جول قدم التقرير بتاعه في 1985 ولحد النهارده الرصاص ممنوع اضافته تماما للبنزين في امريكا. انت ممكن يا عزيزي تكون مش شايف ان موضوع المواد السامه اللي في الميك اب ده مهم اصلا. ليه النشاطات البيئيات دول بيضيعوا وقتهم في حاجه عبيطه زي كده؟ ما يوجهوا جهودهم دي مثلا للاحتباس الحراري اللي كاتب على مراوحنا. لان الميك اب اقرب حاجه لينا بعد الاكل اللي بناكله والهدوم اللي بنلبسها. حتى لو انت راجل وما بتستعملش ميك اب فانت بتستعمل منتجات اللي نفس شركات الميك اب بتنتجه، من مزيل العرق للشامبو لمعجون الحلاقه لمعجون السنان، حتى كلها فيها من المواد السامه. النسب صغيره يا عزيزي وما تجيش حاجه بالنسبه لكميه التلوث اللي بترمي المصانع في الميه، لكنها نسبه بتخش جسم كل واحد فينا بمختلف الجنسيات والاعمار. اللي بتقوله لنا قصه دكتور هيرب وجول مع الرصاص ان تراكمات النسب الصغيره دي خطيره زيها بالظبط زي الكوارث البيئيه الكبيره. لان لو كلنا كافراد بنستعمل منتج معين وبيدخل في جسمنا نسبه معينه من ماده سامه، ده معناه ان العالم كله بيزيد فيه نسبه الماده السامه دي. واكبر دليل على ان دي خناقتنا كلنا ان نفس الخناقه بتاعت حركه السيف كوزماتكس في امريكا حصلت في اوروبا وكوريا الجنوبيه والفلبين والصين. طبعا في نتائج ايجابيه بتحصل كتير سنه ورا سنه، واخرها كان توقف شركه جونسون اند جونسون عن تصنيع بودره البيبي بتاعتها من ماده التلف في 2019 بعد سنين من تجاهل وجود نسبه صغيره من الاسبستس اللي بيؤدي الى
سرطانات، وفي المستقبل نتمنى ان يبقى فيه خطوات اكتر، لكن لحد ما كل الخطوات دي تتاخد مهمتك يا عزيزتي ويا عزيزي انكم تحموا نفسكم بنفسكم. مش هقول لك ما تستعملش المنتجات دي خالص، عشان مستحيل حد فينا ما يستعملش معجون اسنان او مزيل عرق، ويا ريت يا عزيزي نستعملهم كتير ارجوك، لكن على الاقل يا عزيزي خد بالك على قد ما تقدر انك تشتري منتجات ما تضركش. بص على مكونات المستحضرات اللي بتشتريها، في شركات بتنتج منتجات طبيعيه ممكن تبقى اغلى او مش بنفس الكفاءه او مده صلاحيتها مش اللي متعودين عليها، لكنها ممكن تبقى أأمن ليكم. ولو مفيش حواليك بدائل كتير ومش عارف زي حالاتي ايه كويس وايه الوحش، دور عن طريق مواقع زي سكين ديب اللي اتكلمنا عليه وغيره من المواقع التانية اللي هتقول لك مكونات كل حاجه بتشتريها وايه اضرارها عليك في المستقبل. وعموما من غير حاجه يا عزيزي ويا عزيزتي انت زي القمر، تنسيش بس يعني وانت بتحط الميك اب بعد كده يعني نسلي نفسنا بقى بالحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جايه، ننزل نبص على المصادر، ولو انا على اليوتيوب اشترك على القناه، احنا عايزين نفضل نشوف حلقات الدحيح فنفضل قاعدين في البيت. على فكره يا عزيزي نو فلتر نو ميك اب.